مناجاة بين الأم وجنينها على غير العادة، جنين يناجي أمه: أماه، بيتنا يخلو من الضيوف، أين صديقاتك؟ لم لا يعودونك؟ لم كل هذا الهجران؟ الأم وهي تتحسس بطنها: من يناديني؟ هل أنا في عالم الخيال؟ الجنين: لا يا أمي، أنت في يقين الحقيقة وعينها. الأم بحنين وأنين: لقد هجرتني الصديقات وتباعد عني الأقارب بسبب اقتراني بسيد الأنبياء. الجنين: أماه، سأجلو عن قلبك حجاب الوحشة وأبدد عن روحك سحائب الهموم. الأم بفرح وسرور: شكرا لله. ثم أردفت: جنيني، أخبرني عنك. أجاب الجنين: أنا الشجرة الطيبة، أصلي تفاحة الفردوس، وأغصاني أئمة هدات، مني يفوح ريح الجنة، فأنا الحوراء الإنسية، اسمي فاطمة، وبحبي يفطم الله من النار. الأم بعطف وحنان: بنيتي، من اليوم أنت سلوتي وأنسي وبهجتي، وما يمضي الوقت حتى يحين حينها، فتتزين الأرض بأبهج ما لديها، معلنة استقبال مشكات نور الله، فتزقزق عصافيرها بألحان السرور، وتبتهج زهورها بفرحة المولد. وهنا ينبث قنور سيدة النساء ليدخل في كل أرجاء المعمورة، معلنا البدء بمراسيم الاحتفال. مبارك لكم ميلاد البضعة الطاهرة.